والله الأمر هذا بالنسبة لي حلم كبير، وكل أي لاعب بيطمح طبعا ينضم لنادي كبير زي النادي الأهلي. والله حلمي من وأنا صغير طبعا أني أنضم لنادي كبير زي النادي الأهلي، وإن شاء الله أكون قد المسؤولية وأكون عند حسن الظن إن شاء الله. أول ما جيت هنا رحبوا فيا كتير يعني، وأنا خلاص انسجمت معهم خلاص يعني، صرنا بقينا أصحاب. كابتن عادل عبد الرحمن يعني أول ما أجيت عملني كأب يعني، وفر لي كل حاجة يعني، كل سبل الراحة، وقال لي إن شاء الله هتكون يعني من اللاعبة المميزين، وأنا يعني بفتخر إني بتدرب تحت إيدين كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن كبير وأنا يعني استفدت منه كتير وحستفيد إن شاء الله. شعبية النادي الأهلي شعبية كبيرة يعني، كل والله يعني أنا من وأنا صغير يعني، من وأنا صغير كتير كنت بشجع النادي الأهلي، وعيلتي طبعا كانت بتشجع النادي الأهلي. بشكل عام في فلسطين في كتير يعني الدوري المصري متابع بشكل كبير، والنادي الأهلي له شعبية كبيرة في فلسطين طبعا. من وأنا صغير كنت أنا بحب أبو تريكة كتير، وأنا صغير كنت بحب أبو تريكة ومحمد بركات، دول نجوم يعني. كنت بتابع طبعا الدوري المصري والنادي الأهلي بالتحديد يعني، عشان الواحد يتعلم ويصل للي بده اياه. صحيح خاصه في غزه ابو تريكا ده معروف عنه في فلسطين، ده شخص طيب ومحترم وكل الصفات الحلوه فيه، وهو بيحب فلسطين وفلسطين كلها بتحبه. ان شاء الله انا اقدر اكون قد المسؤوليه، واقدر افرح جماهير النادي الاهلي، واقدر اثبت نفسي وافرح الفلسطينيين طبعا طبعا طبعا. وان شاء الله رب اكون عند حسن الظن ان شاء الله. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، واي حد اي لاعب يطمح انه يكون لاعب للنادي الاهلي، عشان كده وانا بشرفني اكون لاعب في النادي الاهلي طبعا. والله بداية كان احساس عظيم، احساس يعني شيء كبير اني اشوف لعيبه يعني، انا كنت دائما بشوفهم على التلفزيون عندنا، اكون متواجد معهم كان شعور رهيب يعني، شعور حلو طبعا. اكيد الانسجام طبعا مع اللعيبه دي اول طريق للنجاح. كلامك صحيح ان شاء الله اقدر، هي تحقيق البطولات هي الحاجه اللي انا نفسي اعملها في النادي الاهلي، وافرح الجمهور النادي الاهلي والجمهور الفلسطيني. انا بشكركم كثير جدا على الاستقبال الرائع، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واقدر افرحكم دائما ان شاء الله. احنا اللي سعداء يعني بانضمام محمود السلمي اللاعب الفلسطيني للنادي الاهلي، وبنقول لك انت وسط اهلك في مصر.